الفعالية الأبرز في كل عام والتي تزين سماء أبها طيلة أيام الصيف إنها عروض الضوء والصوت، اليوم في تغطية افتتاحها برعاية سمو الأمير. أضواء الفرح، عروض البهجة، إنها عروض الضوء والصوت والتي تزين سماء أبها في كل ليل. هذه الفعالية والتي أصبحت مصدر للبهجة، توثيق للحظة من صيف مبهر، وجمال ليل أبها لا ينتهي في كل يوم مع عروض الضوء والصوت. أمير عسير كان ولا زال راعيا داعما لهذه الفعالية المميزة والتي حافظت على رونقها وجمالها في كل عام. المهرجان في هذا العام كان مختلفا تماما عن الأعوام السابقة، مختلف بالأجواء. الحمد لله الأجواء هذا العام خير ومطر وبركة إن شاء الله. يعني أعتقد بأن عسير يتختلف اختلاف جذري عن بقية المناطق بالجو الجميل وبالأمطار التي لم تنقطع هذا العام، وهذا الحمد لله. يعني وفوق ذلك وكله الأمن والأمان في المملكة العربية السعودية بأسرها. الحمد لله، أنا أدعو المواطنين جميعا إلى القدوم وإلى إبداء الرأي، إذا كان هناك أي ملاحظة، أي تقصير، أي من أي جهة كانت، أرجو أن لا يتردد كل من قدم إلى هذه المنطقة في الاتصال بي شخصيا أو القدوم إلى الإمارة أو الاتصال بأي مسؤول من الأمارة لإبداء المرئيات والملاحظات. فنحن في اجتماعات متواصلة وفي لقاءات متواصلة للتحضير لعاصمة السياحة العربية أبها في العام القادم بإذن الله. فكما ذكرت بأننا سوف نركز إن شاء الله على تنوع الفعاليات طوال العام بإذن الله. من بداية 2017 إن شاء الله سوف تكون هناك نقلة مختلفة إن شاء الله، سوف تكون هناك مناشط، لقاءات، مؤتمرات، ندوات، يعني أشياء بإذن الله سوف تستمر على مدار العام بإذن الله، من بداية العام إلى نهايته إن شاء الله العام القادم. أبها تمثل المملكة العربية السعودية في هذا المجال، أبها تمثل الوطن بأسره. فأتمنى إن شاء الله أن تتضافر الجهود لأجل إبراز المنطقة أو إبراز مدينة أبها، لأنها تمثل المملكة العربية السعودية بالمكان اللائق بالمملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية دولة رائدة، دولة متقدمة إن شاء الله، دولة تقود ولا تقاد. فإن شاء الله سوف يجد الجميع ما يرضيهم. وأكرر شكري لمن قدم في هذا العام وأكرر ترحيبي بهم. ما في شك أن مجلس التنمية السياحي يهدف في الدرجة الأولى لإنعاش السياحة الداخلية ومن ضمنها سياحة منطقة عسير في تطوير البنية التحتية وبالدرجة الأولى السياحة البيئية وتميز منطقة عسير حقيقة بطبوغرافية ومناخ قل وجودها حقيقة في هذا الوقت. ما في شك هناك برامج سياحية متعددة يقوم بها مجلس التنمية السياحي، من ضمنها فعاليات الضوء والصوت عبارة عن أصبحت سمة أو علامة بارزة تتميز فيها منطقة عسير على امتداد الأعوام الماضية، وهي فعالية نرى أنها جاذبة لكثير من العوائل والأطفال. يتخللها أيضا بعض الصور التي تهم المواطن من حيث الأمور الوطنية وأيضا الأناشيد الشعبية بالدرجة الأولى. زوار أبها وأهل أبها في كل ليل يقفون في لحظات انتظار لهذه الفعالية، والتي وإن قصرت مدة عرضها إلا أنها تبث في النفس ملامح البهجة والفرح. هذه الفعالية رائعة وجميلة،
وتعد من أبرز معالم مدينة أبها، ويعني من أبرز الفعاليات التي تلاقي استحسان الجميع، وربما أنها مصاف الجميع في أبها. والله عروض الضوء والصوت عروض مميزة ومتجددة وفعالية مميزة لمنطقة عسير وزوار عسير، وبرضو عروض السيرك الصيني فعالية جميلة جدا للمشاهد اللي من جوا المنطقة ومن خارج المنطقة. هي فعالية حلوة جدا ومجددة كل يوم، من يوم إلى يوم تغير لها أشكال، الألعاب النارية تكون لها أشكال وأشكال متنوعة جدا، وفعالية يعني كل الناس بتوقيتها تحس الناس كلهم متواجدين على الشارع العام ينتظرون هذه اللحظة جدا. الآلاف من القادمين إلى أبها يوميا وفي تمام الساعة 11 مساء يشهدون كل مساء فعالية الضوء والصوت. لروتانا خليجية، فهد المسعودي، أبها.